خلينا نشوف كده ابرز العناوين الموجوده على الساحه معانا النهارده. جارديولا بيرحب جيراردو عفوا بيرحب برحيل عن الاهلي للخليج ويرفض الصفقات التبادليه. اجتماع عادل في الزمالك لحسم الملف المدير الفني. وبيراميدز بيختتم اليوم استعداداته لمواجهه النادي الاسماعيلي الجريح بشكل كبير. والمقاولون العرب بيضع خطه لتدعيم اكثر من مركز في موسم الانتقالات القادم. ورسميا عرض كرواتي لضم محمود جاد حارس مرمى انبي. طيب كنا